رؤيه للمباراه اللي جايه ان شاء الله هتكون مع طبعا نجمنا الدكتور احمد بيومي اللي بنحييه معنا هنا في الاستوديو. مساء الفل يا ابو حميد. مساء الفل عليك كابتن، اهلا بيك. منورنا طبعا الدكتور احمد بيومي، طبعا معانا احصائيات كثيره جدا وعندنا كلام كتير جدا جدا معاك، وكالعاده انت بتحضر لنا شكل مميز. قبل ما نخش في الارقام برضو دكتور احمد، انت بقى رؤيتك، انت راجل كمان بتفهم فنيا وعارف الكره يعني في مصر خاصه والضغوطات الكثيره جدا وخاصه على النادي الاهلي، شايف من وجهه نظرك رؤيتك لمشوار النادي الاهلي على المستوى الدوري المحلي ازاي؟ في البدايه طبعا بنبارك للنادي الاهلي، يمكن الحصول طبعا على الفوز برباعيه للمرتين على التوالي سواء على الداخليه او على نادي طلائع الجيش، وطبعا رقم 11 طبعا الرباعيه رقم 11 لمارسيل كولر مع النادي الاهلي. طبعا كلنا خلاص اتفقنا ان الاهلي بيتعرض الرباعيه رقم 11 لمارسيل كولر خلال مشواره مع النادي الاهلي. خلاص كلنا بنتفق دلوقتي ان الاهلي فعلا بيتعرض لضغط كبير جدا من المباريات، وطبعا زي مارسيل كولر ما بيعمل عمليه بقى الروتيشن زي ما كابتن عادل تفضل وقال، ما عادتش رفاهيه، ما عادش في رفاهيه ان انت بتعمل روتيشن، لا هي انت مجبر على ده طبعا نتيجه عشان تتجنب بقدر الامكان الاصابات اللي ممكن تحصل للعيبه. يمكن قبل كده مع حضرتك استعرضنا الابحاث العالميه حوالي اكثر من 25 دراسه اتكلمت في عمليه الريكفري، اللعيب بيحتاج قد ايه عشان يرتاح، وهم فعلا توصلوا ان اقل حاجه بنتكلم في 3 ايام عشان بس يرجع بالتدريج عشان يخش بعد كده في المباراه اللي بعديها، مش بعد 3 ايام يشارك، لا 3 ايام بس مجرد ان هو يرجع بقدر الامكان لحالته الطبيعيه عشان ابتدي اخش بالتدريج للمباراه اللي بعديها. فخلاص عمليه الروتيشن اتفقنا انها خلاص عمليه اجبار ان انت فعلا تعمل ده، فعشان كده بقدر الامكان لازم يكون البديل عندك او الدكه زي ما بنقول. انت بتحافظ كمان على السكواد كله، يعني انت مش مركز مع 15 واحد، انت مركز مع ال 25 الموجودين ولازم كلهم يكونوا جاهزين بشكل بدني كويس قوي وشكل ذهني كويس قوي، والتحضير كمان للمباريات مهم جدا جدا. والحقيقه الوقت ضيق، يعني هو بيخلص مباراه عنده وقت، يعني لازم يشوف المباراه دي ويحللها اذا كان بالايجاب والسلب، وبعدين لازم يبص على المنافس بعديها يحلله بشكل او باخر ويحضر ده للعيبه ويشرح له للعيبه ويبدا جزء منه كمان في التدريب. فالموضوع فيري تايت، ضيق جدا جدا. لكن انتوا حضر لنا ايه الفتره اللي فاتت، ارقام النادي الاهلي ايه، رؤيتك للفتره اللي جايه؟ طيب خلينا نستعرض مثلا، طبعا النادي الاهلي لعب 22 مباراه، بنتكلم في 11 مباراه بفوز متتالي، فممكن نعمل مقارنه ما بين ال 11 مباراه اللي هي قبل اللي كانت في قبل مباراه النادي الزمالك 11 مباراه، وبعد كده ال 11 مباراه الاخيره اللي كان فيها تتوالي في الفوز، فهنلاقي مثلا طبعا هنقارنها من الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه برضه. يلا فهنلاقي طبعا في بدايه الموسم لما لعبنا 11 مباراه الاهلي حقق فوز في 6 مباريات، تعادل في 3 مباريات وهزيمه في مباراتين. هنشوف بقى الناحيه الاخرى، هنلاقي اخر 11 مباراه هنلاقي طبعا 11 مباراه في فوز متتالي. طيب الناحيه بقى الهجوميه عايزين نقارن هنا الهجوم كان عامل ازاي والدفاع كان عامل ازاي. هنلاقي الناحيه الهجوميه طبعا معدل الاهداف كان 2.2 ده في خلال ال 11 مباراه الاولى 24 هدف، ال 11 مباراه الاخيره بنتكلم في 28 هدف، لو شلنا منهم الهدفين الاعتباريين لمباراه الزمالك فبنتكلم برده في 26 هدف. صحيح. بنتكلم برده على الصعيد الهجومي في استمراريه للنواحي الهجوميه اللي فعلا الاهلي بيثبت جدارته فيها. تقدم حتى لو نسبي لكن موجود في تقدم في الحاله الهجوميه. حتى لو فضلنا على نفس المستوى احنا بنتكلم في هدفين او اكثر من هدفين خلال المباراه واحده، ده كمعدل تهديفي يعتبر معدل قوي جدا عشان انت تقدر تستمر فيه 22 مباراه بنفس المعدل. صحيح. طيب نشوف بقى الناحيه الدفاعيه، نتكلم في اول 11 مباراه الاهلي كان دخل فيه 13 هدف، وده كان يقولنا ان هو معدل كبير جدا بمعدل كان فيه اهداف متوقعه 11 هدف 1.1، يعني تقريبا كل مباراه هدف واكتر يعني. بالظبط. طب نشوف الجانب الاخر، دخل فينا 7 اهداف بنتكلم في 6.8، فبنتكلم المعدل قل شويه برضو لسه بنقول انا مش عايز مازال يعني مازال مش دفاع النادي الاهلي اللي ممكن يكون ده المعدل الدفاعي بتاعه، لكن يمكن في ال 11 مباراه اللي فاتت قلت الى حد ما يعني. بالظبط، احنا عايزين بقدر الامكان يعني اشوف مصطلح يعني يناسب الموقف ده، مش عايزين نقول انها خطر، ولكن هو اللي مغطي على الموضوع ده ان انت الحمد لله بتكسب، فاوريدي الموضوع مش ظاهر شويه، ولكن ممكن بس سبوت نحط عيننا عليه، لان يعني جرس يعني انذار، عندنا مباريات قويه جايه، فمحتاجين جدا، وزي انا بتفق معاك ان الحاله الهجوميه جيده جدا، وقد تكون الحاله الدفاعيه افضل شويه من ال 11 مباراه اللي في اول السيزون، لكن محتاجه برضو تركيز اكتر يعني. بالظبط، يعني ملخص الجدول او المقارنه دي بنقول ان الاهلي ماشي على نفس الوتيره هجوميا،
اللي حصل تحسن طفيف شويه في النواحي الدفاعيه، ولكن لسه برضو استيل ان احنا محتاجين، خصوصا ان احنا لو جينا بصينا على الاهداف اللي بتدخل في النادي الاهلي، ودي يمكن نقطه برضو جديده، ان بدا يدخل فيه اهداف خلال اخر الشوط الثاني. يعني نتكلم برضو امبارح برضو، انت هل ممكن ده يكون ناحيه بدنيه؟ هل في حاله استرخاء ان انت اوريدي داخل؟ انا برجح مش بدني، لكن خلاص انت كسبان 4 فالامور التركيز بيقل، وده مش مطلوب. يعني انت مش مطلوب حتى لو كسبان 10 خلال المباراه، انت لعيب لازم تركز ال 90 دقيقه والاكثر من 90 دقيقه ايا كانت النتيجه، فتحس ان في التركيز قل شويه، وده مش مطلوب لان المباراه اللي جايه مش يعني بالظبط. هو ده فعلا يعني الجدول ده بيديني مؤشر عشان المباراه اللي جايه، عشان البطولات اللي جايه اللي هتبقى اقوى من كده. برافو عليك، بالظبط، برافو عليك. طب برضه نشوف خلال ال 11 مباراه بقى على مستوى اللاعبين مين اللي كان ظاهر خلال 11 مباراه. هنلاقي برضه امام عاشور لو جينا بصينا طبعا بيقدم مستوى ممتاز مع النادي الاهلي خلال اخر 11 مباراه، طبعا شارك فيهم في 9 مباريات، احرز 6 اهداف، هو يعتبر هداف ال 11 مباراه دول. كان يعتبر من اكثر اللعيبه محاولات على المرمى، 19 محاوله منهم 13 اون تارجت. بنتكلم على المراوغات الصحيحه برضه 11 منهم 11، طبعا الرقم بس محتاج يتعدل، 11 منهم 11 صحيحه، من اكثر اللاعبين اللي موجودين عمل مراوغات صحيحه. فبنتكلم على مستوى اكثر من رائع لامام عاشور، بيثبت جدارته في انه يكون موجود ضمن تشكيل النادي الاهلي. ده يمكن خلال المقارنات او خلال الفتره او الاهلي قدم ايه خلال 11 مباراه. طبعا امام عاشور بيأدي بشكل جيد جدا، ويمكن شفنا كمان امام بيخش في عمليه الروتيشن في بعض الاحيان ما بيشاركش، لان زي ما بقول لك احنا عندنا نقط مهمه جدا جدا، وعندنا لعيبه، كل اللعيبه نجوم عندنا، لكن في بيبقى مفاتيح لعب لازم يكون جاهز 100% ولازم يكون بدنيا ومستعد بشكل كويس. فالحقيقه واضح جدا ان في يعني في تقدم، البروسيس يمكن بطيء شويه ولكن في تقدم في الاداء وفي النتائج وفي عدد الاهداف وكمان على الحاله الدفاعيه في تقدم. لكن اللي جاي بقى خلينا نتكلم كمان، اللي جاي هيكون مباراه اصعب، لان كل مباراه زي ما بقول لك هي مباراه كؤوس يعني. بالظبط. برضو ممكن نستعرض برضو خلال المباراه الماضيه المباراه الداخليه مثلا، لو استعرضنا الاحصائيه برضو اللي كانت بتعبر بالفعل عن الاداء ومدى سيطره النادي الاهلي خلال الشوطين، فهنلاقي برضو ان الاهداف طبعا بنتكلم 4-1، بنتكلم في الفرص 6 فرص احرز منهم الاهلي 4. يمكن حضرتك اتكلمت برضو على ان الاهلي بقدر الامكان لازم ان احنا نستغل الفرص المتاحه لينا بقدر الامكان ان انت تحرزها، عشان ممكن خلال مباراه ثانيه بتبقى صعبه مش هتقدر ان انت صحيح. الفرص اللي بتضيع ديت ان انت تستغلها ثاني. بنتكلم على نسبة الأهداف المتوقعة أكتر من 6 أهداف، برضو كان رقم كبير جدا. بنتكلم نسبة الاستحواذ طبعا 67%، فبرضو بنتكلم على سيطرة كاملة على مجريات المباراة. المحاولات 31 محاولة منهم 13 أون تارجت، فبنتكلم برضو إن ده بيوضح مدى تفوق الشراسة هجومية واضحة جدا طبعا للنادي الأهلي. أنا متفق معاك، أنا من رأيي المباراة دي كانت يعني ممكن تخرج 6-7 يعني. حصل يعني ده طبيعي في مباراة زي دي، واللي عندك الحقيقة شراسة هجومية وعندك فرص كثيرة جدا ان شاء الله تتعوض المباراه اللي جايه باذن الله. برضو لو جينا برضو اتكلمنا على رجل المباراه، برضو بنتكلم في امام عاشور، ولكن برضو كان عندنا وسام ابو علي. برضو وسام ابو علي طبعا بيثبت طبعا برضو جدارته في وجوده مع تشكيل النادي الاهلي خلال، لو جينا بصينا طبعا ان هو يعتبر دلوقتي من هدافي النادي الاهلي، 7 اهداف وعمل 4 اسيست خلال مشواره مع النادي الاهلي، فبنتكلم من اكثر اللاعبين مشاركة للأهداف، بنتكلم في 11 هدف مشارك فيهم مع النادي الأهلي. عدد المباريات قليل كمان. بالظبط. يعني خلي بالك الإصابة عطلته شوية في جزء من المباريات، لكن الحقيقة كمان بيرجع بقوة وبيرجع بيقول أنا مهاجم، يعني مهاجم جيد جدا بشكل جيد جوه ال 18 وبره ال 18. وبره ال 18. لو جينا بصينا ان هو لعب 82 دقيقة أحرز هدفين، محاولات على المرمى 3 منهم 2، التمريرات 10 منهم من 13 تمريرة صحيحة، استخلاص الكرة، وأنا قصدت إن أنا أحط استخلاص الكرة، يمكن لما جينا استعرضنا في البداية لما وسام أبو علي انضم لي النادي الاهلي قلنا ان هو لعيب مش بيبص بس مش ارتكاز جوه البوكس فقط، ولكن برضه بينزل بيضغط على المدافعين، بيستخلص الكوره. فهو استخلص الكوره امبارح برضه مرتين، عشان يبقى ده بيدل فعلا ان هو عنده الحته دي، مش بيستنى بس الكره العرضيه او بيستنى جوه ال 18 بس، وده يمكن بيفيد جدا للنادي الاهلي واسلوبه. ده قدامنا الهدفين طبعا، ده الهدف الاول هو التحرك جوه البوكس، هو يعني التحركات جوه ال 18 هي تحركات واعيه جدا، وطبعا حسين حطها بقوه، ده مطلوب في الحته دي لازم تكون بقوه شويه عشان تبقى بعيد بقدر عشان بعيد طبعا المدافع ما يلحقهاش، وهو كان يعني كان واقف في بوزيشن اكتر من رائع. وعلى فكره بعديها بدقيقتين ثلاثه نفس الكره كانت اسهل كمان، يمكن طلعت بره جنب العارضه، ده اللي انت بتتكلم عليه كمان. يعني هو كان مشارك حتى في ضربه الراس اللي جه منها ضربه الجزاء، وخلاص يعني هو دلوقتي مكان علي معلول في ضربات الجزاء. علي معلول كان رقم واحد دلوقتي ان شاء الله، نتمنى كل الشفاء ان شاء الله يرجع بالسلامه علي معلول،
ولكن اسامه ابو علي كمان مميز في ضربات الجزاء. ضربات الجزاء عنده هدوء، عنده ثقه وهو بيلعب ضربه الجزاء، ودي يمكن قبل كده دي ثاني ضربه ليه، فبنتكلم ان هو عنده الهدوء وده باين قوي عليه في طريقه ادائه لضربه الجزاء. صحيح. ده يمكن خاص بمباراه الداخليه، ممكن بقى نتطلع لمباراه بقى يوم الاثنين كمان، مباراه امام طلائع الجيش، وانت لسه تقريبا ملاعبها من فتره وقدرت تكسب المباراه، لكن قد تختلف رؤيتك ايه للمباراه اللي جايه يوم الاثنين ان شاء الله. اعتقد طبعا اكيد هيبقى في اختلاف فني شويه، اكيد ان هو هيبقى عنده الحذر، خصوصا ان المباراه اللي فاتت انتهت ب 4-0. طيب. فبنتكلم ان هو حتى لو جينا بصينا على طريقه لعبه خلال المباراه اللي فاتت، هو يمكن 90% من المباريات اللي بيلعبها بيلعب 4-3-3 على مستوى النواحي الهجوميه، لانه بيلعب بلاعبي ارتكاز اللي هو حميد ماو، وبيتكلم برضو معاهم اسلام محارب كثلاثه في نص الملعب، وامامهم الثلاثه المهاجمين ب 4-3-3. برضو في الصوره اللي بعديها طبعا لو بصينا على الناحيه الدفاعيه هنلاقي 4-1-4-1. فالاختلاف بقى المباراه الجايه، اكيد انا وجهه نظري ان هو بقدر الامكان هيشوف الاهلي في حته انه الضغط العالي، وهيلعب أيوة. على الهجمات المرتده، هيقفل بقدر الامكان غير المباراه الاولانيه، اعتقد المباراه تبقى اصعب شويه، هيبقى اخذ حذره من اللي حصل خلال المباراه اللي فاتت، قد يلجا ل 5-3-2 مثلا، 4-1-4-1 ده الشكل الدفاعي اللي طلع الجيش المباراه اللي يعني اللي فاتت، اللي فاتت بالظبط 4-1-4-1. برضه هي ال 4-1 يعني فيها شكل هجومي ودفاعي، لو ما اتنفذتش صح بيبقى عنده مشكله فيها بالزبط. هيغير كابتن يعني الحذر بقى، الحذر يعني هو اعتقد ان هو هيلجا للهجمات المرتده، يعني في هو اوريدي في المباراه اللي فاتت كان في هجمات مرتده، بس اعتقد دي اللي هيعتمد عليها بقى، مش هتبقى أوكي. بس في شكل معين من المباراه او في وقت معين، يعني انا هنا مجرد ما الاهلي بيعمل البناء الهجمه هتلاقي دايما عنده مساحات، بعد كده هيبتدي ان هو يستغل السرعات بتاعته عشان يقطع ويبتدي يخش ان هو ايه خلف دفاعات النادي الاهلي، برضه نفس الكلام هنا، مجرد ما بتتقطع من النادي الاهلي فلا شيء طبيعي هنلاقي عندك مساحات، فهو لازم هيشتغل على المساحات دي. واعتقد ده اللي هيتم المره الجايه برضه، هيكون تركيزه كله على الهجمات المرتده نتيجه الضغط العالي اللي هيعمله النادي الاهلي وسيطرته برضه على المباراه نفس الكلام، فبرضه ان هو هيبتدي يستنى النادي الاهلي وبعد كده يبتدي يشتغل على الهجمات المرتده. فانا اعتقد ان هو هيبقى عنده الحذر الدفاعي ويشتغل على الهجمات المرتده المباراه اللي جايه، تجنبا طبعا النتيجه الكبيره اللي حصلت المباراه الاولى. صحيح، وانا يعني طلع الجيش كمان من الفرق اللي بتادي كره كويسه الحقيقه، يمكن تركيز النادي الاهلي واصراره المباراه اللي فاتت وفوزه 4-0 وانه نهى المباراه من بدري، ده مهم، نقطه مهمه جدا، انك ممكن جدا تجي لك فرص تضيعها الشوط الاولاني، يبقى عندك تبدا الشوط الثاني يبقى عندك ستريس شويه وتصعب الدنيا، فمهم جدا ان احنا ان شاء الله نخلص المباراه من بدري او اي فرصه تجينا ان نقدر نحرزها، لكن مباراه مش سهله امام فريق اعتقد فريق هيكون افضل كتير من المباراه اللي فاتت. يمكن حضرتك كنت اتكلمت على صعوبات اللي بتواجه النادي الاهلي خلال مباراه الدوري، في يمكن برضه صعوبه مهمه جدا، انت شيء طبيعي اي فرقه بتروح تلعبها في الدوري بيكون عاملين اعداد خاص لمباراه النادي الاهلي حقيقي. يعني بيبقى اعداده لاي مباراه ثانيه مختلف، يجي عشان يلعب النادي الاهلي بيعمل اعداد خاص سواء على مستوى المدربين او على مستوى اللاعبين، يعني حتى على مستوى المدربين اعداده الخاص، لان بتتكتب له في السيره الذاتيه بتاعته ان انا عملت نتيجه ايجابيه قدام النادي طبعا. الاهلي سواء من نفترض تعادل او نفترض ان انا احرزت هدف فيه، نفس الكلام على مستوى اللاعبين برضه بيعملوا نتيجه ايجابيه لسبب، هو عارف ان نسبه المشاهده هتبقى في المباراه دي عاليه جدا، فهو بيسوق لنفسه بقدر الامكان، بيبذل اقصى موجود مجهود عنده عشان بقدر الامكان ان هو يبان قدام النادي الاهلي انه ادى اداء اكثر من رائع، فبالتالي ان هو يرفع مثلا من سعره، فكل دي صعوبات بتواجه النادي الاهلي بجانب ضغط المباريات، لان اي فرقه حتى لو ضعيفه ما بنقولش في فرقه ضعيفه، لا هتيجي قدام النادي الاهلي تبذل بقدر الامكان اقصى مجهود. صحيح. دكتور احمد بنشكرك شكرا جزيلا، دايما بتنورنا وبتسعدنا، وان شاء الله اكيد ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وبس ودايما متالق معنا، شكرا انا جزيلا. اللي بسعد دايما كابتن بتواجد مع حضرتك، شكرا جزيلا. هنطلع فاصل سريع مع حضراتكم، بعد الفاصل نرجع مع ضيوفنا الكبار الكابتن عادل طعيمه والكابتن احمد عادل.